تفضل. يقول راح عمري ولا أدري غلط هالعمر وين وين، والزمان اللي يد ما دمعتي وش وراه وش وراه، علق أحلام عمري في الطفولة ما بين درب ما به حياة ودرب ما به نجاح، وأنا قلبي على الماضي طواها الحنين وحلمي اللي بنيته ما وصل مبتغاه، وذكريات الصبا في ماضيات السنين كل يوم أتذكر شيء وأبكي عليه. أتذكر كلام العود في الصبح زين ولا دعا قلت له لبيه ما قلتها، كان قبل الصلاة يقول الغالمين يقلطوا عندنا يا الربع بعد الصلاة. الله عليك. وكان في العمر مع شيباننا الأولين لذة تنقالها اللي داقها في الصباح، وعقب راحوا ما أقول له عسى الله يعين، صرت مثل اليتيم اللي موصن وصاه، يدري إن البكا ما يحيى الميتين وانقرها الوصية ما يوقف بكاه. يوم جانا زمان العالم الشامتيني اللي طاح ابن عمه بهرجة قواه، ولا تقابل معه يمدح في كلمتين هو يذمه ويا العنجيت في قفاه، وفي المصالح خوي المصلحة ما يبين عندنا غير يوم الوقت بيه خفاه، يا خوي المصالح كلنا خابرين مثل شرواك محدم ميتم في حراه، لا تحب الخشوم ولا تحب الجبين ولا تكثر حكي قل لي وش اللي تباه، وفي المراجل بعد عينت والشيخ وين يوم ابو 500 صار شيخ خوياه، ولا مشى في المجالس كان هم 40 وكان ما فيها حد فارض في مستواه، وفي الكرم يا عرب من شاف راع اليمين اللي يسراه ما تدري وش اللي عطاه، يوم جاء راعي باخذ معك صورتين لا عطيتك ومنشرها يا فرقه يا نار. العطاء عقب قصد صار له مقصدين، صار حجه وحاجه صورتين وزكاه، وفي المساجد يقل السجد الراكعين، صار حتى الامام قام محذن وراه، ويوم طال انتظار اخوانها المسلمين اذن المغرب الحاله وقام الصلاه، وهني من جمع في الوقت الدنيا وعلمه مخطيه ثنتين ما له نجاه، يوم قلبي على الماضي طواها الحنين وحلمي اللي بنيته ما وصل مبتغاه، والله اني لقاله وراح في الطيبين قلت راح اللي راح وراح قلبي معه. الله عليك.